الرئيس السيسي يوجه بمواصلة دعم تطوير التصنيع العسكري والدفاعي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مجال التصنيع العسكري. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضاري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية. رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادي في الترويج للفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم عبر التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري والعقيد أحمد عادل مجاهد من القيادة الاستراتيجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري. واستعرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطط تطوير التصنيع والإنتاج العسكري، بما في ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال، وكذا الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني أمير السيد أحمد ومدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة أحمد العزازي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الأحياء بمحافظتي القاهرة والإسكندرية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضاري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار نهج الدولة الاستراتيجي في تطوير المدن والأحياء على امتداد الجمهورية. كذلك وجه الرئيس السيسي برفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق، بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل، استمرارا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الماضية في مجال التطوير العمراني المتكامل. وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض مستجدات تطوير عدد من الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى، خاصة أحياء شرق القاهرة المطرية عين شمس والسلام، إلى جانب جهود رفع كفاءة منطقتي قايت العنب وغرب محافظة الإسكندرية، لا سيما ما يتعلق بمنظومة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة البنية التحتية وأعمال التنسيق الحضري. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية الخاصة التي يوليها التشاور مع الرئيس تيودور أوبيانغ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس تيودور أوبيانغ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. وأشار الرئيس السيسي خلال الاتصال إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والتبادل التجاري. من جانبه أشاد الرئيس أوبيانغ بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية، معربا عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، وتطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، لا سيما من خلال تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية، إلى جانب الارتقاء بمعدل التبادل التجاري بين البلدين.
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعي ممشى أهل مصر وتطوير محور 26 من يوليو. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الدولة تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها مشروع ممشى أهل مصر والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية. كما شهد الاجتماع استعراض مشروع تطوير محور 26 من يوليو في إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة للتغلب على مشكلة الكثافات المرورية في مختلف مناطق الجمهورية، لا سيما في مدينة القاهرة، من خلال تطوير مختلف الطرق والمحاور، ومنها محور 26 من يوليو الذي يربط بين القاهرة والجيزة، والسادس من أكتوبر كما يربط بين الطرق الإقليمية مثل القاهرة الإسكندرية. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود صندوق مصر السيادي في الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة في السوق المصرية حول العالم. وخلال اجتماع بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من المسؤولين، تم استعراض تقديرات الاستثمارات الأجنبية المتوقعة التي يعمل الصندوق على جذبها خلال المرحلة المقبلة. كذلك تطرق الاجتماع إلى الاستثمارات المرتقبة في مجال الهيدروجين الأخضر في إطار ما تم توقيعه من اتفاقيات إطارية على هامش انعقاد قمة المناخ COP27. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية، بالإضافة لاستعراض التحديات التي يواجهها قطاع البترول في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق القائم بين وزارتي البترول والمالية من أجل العمل على توفير التمويل اللازم للمنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية. نظمت أكاديمية نصر العسكرية للدراسات العليا عرضا تقديميا ليوم جمهورية مصر العربية بحضور وزراء النقل والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة وعدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء من مجلس النواب والشيوخ وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر. يأتي العرض في إطار خطة الأنشطة التعليمية والثقافية للأكاديمية بمشاركة الدارسين المصريين والوافدين لتوثيق الروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة. تضمن العرض جلسة بعنوان الجمهورية الجديدة، اشتمل على العديد من الأنشطة والأحداث لمحاكاة تاريخ مصر الماضي والحاضر وما تم تنفيذه من مشروعات قومية عملاقة. كذلك استعراض العديد من أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية التي زودت بها كافة تشكيلات القوات المسلحة في الآونة الأخيرة. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، وفي مقدمتها النصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال والكسب غير المشروع. وتمكنت الوزارة من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة نستعرضها في التقرير التالي. استمرارا للجهود الأمنية للتصدي لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية وكفر الشيخ لقيام عناصرهما بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح عن طريق إيداع جزء من الأموال المتحصلة بالبنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة. كما تمكنت من ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والسويس لقيام عناصرهما بغسل 13 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وإيداع جزء من هذه الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة.
وعلى صعيد تصدي أجهزة وزارة الداخلية لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت من ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية وسوهاج لقيام عناصرهما بالاستيلاء على قرابة 5 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوات المنزلية والأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها توقفوا عن سدادها، وكذا سداد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تصل إلى 50,000 جنيه من كل راغب في السفر بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك، مما ترتب عليه عودتهم مرة أخرى للبلاد. ونجحت في ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية لقيام عناصر التشكيلين بالاستيلاء على أموال من مواطنين بزعم تسهيل إجراءات حصولهم على تأشيرات سفر وهجرة وإقامات دائمة ببعض الدول وتوفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة ورفض رد المبالغ المستولى عليها. وفي مجال التصدي لجرائم تزوير المحررات الرسمية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والفيوم لقيام عناصرهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغب الحصول عليها مقابل مبالغ مالية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 644 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 1002 طن. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 198 طنا. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 770 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط 34 طنا. ومجال قضايا المخابز تم ضبط 922 قضية من بينها 194 قضية خبز ناقص الوزن و217 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري والعقيد أحمد مجاهد من القيادة الاستراتيجية. وفي اجتماع آخر مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة، وجه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي مدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الأحياء بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات تطوير عدد من الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى، خاصة أحياء شرق القاهرة المطرية وعين شمس والسلام، إلى جانب جهود رفع كفاءة منطقتي غيط العنب وغرب محافظة الإسكندرية، لا سيما ما يتعلق بمنظومة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، كذلك أعمال الرصف والإنارة والتشجير والتنسيق الحضاري.
وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار نهج الدولة الاستراتيجي في تطوير المدن والأحياء على امتداد رقعة الجمهورية ورفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق، بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل، استمرارا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الماضية في مجال التطوير العمراني المتكامل. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والعقيد أحمد عادل مجاهد من القيادة الاستراتيجية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد. وقد عرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطط تطوير التصنيع والإنتاج العسكري، بما في ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال، وكذا الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الفلسطيني رياض المالكي في إطار زيارته الحالية إلى القاهرة، وخلال اللقاء أكد شكري على قلق مصر البالغ من تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، موضحا متابعة مصر عن كثب لكافة المستجدات على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكدا على أن مصر ستظل داعمة لكافة الحقوق الفلسطينية. من جانبه استعرض وزير الخارجية الفلسطيني آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية وتأثيراتها المحتملة على مستقبل القضية الفلسطينية. تحتفل مصر في يوم 29 من شهر نوفمبر من كل عام بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وتحيي مصر هذا اليوم تضامنا مع شعب فلسطين الصامد وتأكيدا على حضور القضية الفلسطينية حية وحاضرة في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي. افتتحت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي كلمته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هذا اليوم يمثل مناسبة سنوية مهمة للتذكير بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف. وللمزيد عن هذه الفعالية وافتنا مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم بهذه الرسالة من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. بعد التحية نتابع معكم من مقر جامعة الدول العربية الاحتفالية التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أقرته الأمم المتحدة في القرار الصادر في عام 1977 في إطار البرنامج الإعلامي للأمم المتحدة والخاص بقضية فلسطين لتوعية الرأي العام بهذه القضية
القضية. انطلقت هذه الاحتفالات بحضور المندوبين العرب لدى جامعة الدول العربية إلى جانب سفراء وممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية وعدد من الشخصيات العامة. وتضمنت هذه الاحتفالية كلمات تضامن من المندوبين لدى جامعة الدول العربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، إلى جانب أيضا افتتاح معرض للوحات التي تعكس القضية الفلسطينية. وتأتي أهمية هذه الاحتفالية والتي تقام سنويا في جامعة الدول العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على مركزية هذه القضية، إلى جانب أيضا الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وأيضا إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وفق مبادئ القانون الدولي. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ضرورة إصدار القوانين المتعلقة بالسيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد وتشجيع القطاع الخاص ودعمه من خلال تغيير طرق الإدارة القديمة والقوانين المتعلقة بالإدارة المالية. جاء ذلك خلال استقباله وزير الصناعة والمعادن العراقي، حيث أكد الرئيس العراقي أهمية القطاع الصناعي وضرورة تنشيطه وتطويره للارتقاء بواقعه بما يتناسب مع ما يملكه العراق من ثروات طبيعية وبشرية وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة. نشرة السادسة متواصلة معكم ونتابع فيها. حلف الناتو يبحث مواصلة دعم أوكرانيا خلال الشتاء، وواشنطن تستعد لإعلان حزمة جديدة من المساعدات لكييف. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ إن أعضاء الحلف سيكثفون من مساعدتهم لأوكرانيا في الوقت الذي يستخدم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشتاء سلاحا في الحرب، لأن قواته تفشل في ساحة المعركة. وأشار ستولتنبرغ قبيل اجتماع وزراء خارجية الحلف في بوخارست إلى أن واشنطن قدمت مولدات كهربائية وقطع غيار، مضيفا أن الاجتماع سيكون منتدى لزيادة المساعدات الغربية لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. منذ خريف 21 العام الماضي نعرف أن روسيا تنوي غزو أوكرانيا بشكل كامل، هذا كان لدينا واضحا. لم يفاجئنا التحرك الروسي، بل قبل التحرك الروسي زدنا وجودنا في المنطقة، ورأينا قوات الناتو والفرنسية تزيد وجودها في المنطقة. وعندما بدأ الغزو منذ صبيحة ذلك اليوم قررنا بالتحرك الدفاعي وزيادة وجودنا. لم نكن غير مستعدين أبدا منذ 2014 حتى 2022، لم نفاجأ بل تصرفنا خلال تلك الفترة لزيادة وجودنا واستعدادنا وجاهزيتنا. وكثير من الحلفاء، فرنسا كانت هي القائد في قوة التي تحركت لتكون جاهزة. We'll be right back.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن دول الناتو متحدة في مواجهة الحرب التي شنها بوتين على أوكرانيا، واصفا العقوبات المفروضة على روسيا بأنها غير مسبوقة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكية على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست أن حلف الناتو يعمل على التصدي لاستهداف بوتين للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. نعمل يدا بيد مع العشرات من الحلفاء من حول العالم، ونحن نعمل أيضا على تنسيق الجهود، ونعمل بكل عزم لدعم أوكرانيا في وجه العدوان الروسي، ونحن أيضا نستمر بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، ونحن نعمل على محاولة ممارسة الضغوط على الاقتصاد الروسي من خلال فرض العقوبات. كما قد قدمنا دعما عسكريا ودعم في قطاعات الطاقة وغيرها لأوكرانيا، وذلك لتوفير الكهرباء والمياه النظيفة ومياه الشرب للأوكرانيين. أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن ستعلن اليوم عن مساعدة مالية كبيرة لكييف على هامش اجتماع حلف الناتو في بوخارست، وتشير تقديرات إلى أن إدارة الرئيس بايدن خصصت 1.1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا. من جهته قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن ستواصل دعمها لأوكرانيا من خلال تزويد القوات الأوكرانية بالأدوات والأسلحة والتدريب. واشنطن ستواصل اتخاذ جملة من الإجراءات لمساعدة الأوكرانيين لتفادي الوحشية التي تستخدمها روسيا ضد الأهداف المدنية. إن موسكو تستهدف تقريباً كل البنية التحتية المدنية من موارد للطاقة ومياه وكل ما يحتاجه الشعب الأوكراني أثناء استعداده لما سيكون بلا شك شتاءً قارساً. بعض المواد ستأتي بلا شك من الولايات المتحدة، ولكننا ندرك أيضاً أن شبكاتهم تعتمد على بنية تحتية أوروبية بشكل فريد، ولهذا نؤكد مجدداً أننا نعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة أيضاً لنرى ما يمكنهم تقديمه لإبقاء الطاقة الكهربائية واستمرار جريان المياه. من جانبه أكد وزير خارجية رومانيا ضرورة استمرار دعم أوكرانيا، كما أشار إلى أهمية تعاون الناتو خلال الفترة المقبلة في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ونحن سندعم أوكرانيا لطالما امتد الأمر، سنواصل هذه الجهود، ولأننا نعتقد أن دعم أوكرانيا يعني دعم أمن رومانيا والشعب الروماني والاتحاد الأوروبي ومنطقة الأطلنطي. فالحرب على أوكرانيا التي أطلقتها روسيا ليست حول أوكرانيا أو ضد أوكرانيا، وليست هجوم ضد أمن دولة مجاورة، بل هو ضد أمن المنطقة وأمن أوروبا، وهذه محاولة تغيير الحدود التصميم الأمني لهذه المنطقة. يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي اليوم وغدا في العاصمة الرومانية لمناقشة مواضيع شتى، أبرزها دعم الحلف لأوكرانيا في التصدي للعمليات العسكرية الروسية التي بدأت في شهر فبراير الماضي. يأتي هذا الاجتماع بعد أن طلب الرئيس الأوكراني من مواطنيه الاستعداد لأسبوع آخر من البرد والظلام بسبب الهجمات الروسية على البنية التحتية. على مدى يومين تأتي اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلنطي، اجتماعات يتصدرها بحث الأزمة الأوكرانية والسبل زيادة دعم حكومة كييف، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء وتعرض البنية التحتية الأوكرانية للتدمير بفعل الضربات الروسية. وسيدعو الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ أعضاء الحلف إلى التعهد بتقديم المزيد من المساعدات الشتوية لكييف، وهي الدعوة التي تأتي استجابة لطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وسيركز اجتماع وزراء خارجية الحلف في بوخارست على تكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة، حتى مع اعتراف دبلوماسيين بوجود مشكلات تتعلق بالإمداد والطاقة الإنتاجية. وتم تسليم جزء من هذه المساعدات غير الفتاكة والتي تشمل سلعا مثل الوقود والإمدادات الطبية ومعدات مواجهة الشتاء من خلال حزمة مساعدة من الحلف يمكن للأعضاء المساهمة فيها. ويهدف ستولتنبرغ إلى توسيع
بتوزيعها. وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه من هجمات روسية جديدة هذا الأسبوع قد تكون شديدة مثل هجمات الأسبوع الماضي التي كانت الأسوأ حتى الآن، والتي تركت الملايين دون تدفئة أو ماء أو كهرباء. وتقر روسيا باستهداف البنية التحتية الأوكرانية، لكنها تنفي أن تكون نيتها إيذاء المدنيين، ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن فصل الشتاء سيكون صعباً بالنسبة لأوكرانيا، الأمر الذي يجبر الحلف على تعزيز دعمه لكييف كي تتمكن من الصمود. كما رتبت ألمانيا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع اجتماعاً لمجموعة الدول الغنية مع بعض الشركاء على هامش محادثات حلف الأطلنطي، مع بحثها عن سبل لتسريع إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وسيناقش وزراء دول الناتو أيضا طلب أوكرانيا الانضمام إلى عضوية الحلف، لكن من المرجح أن يؤكدوا فقط على سياسة الباب المفتوح للتحالف، بينما لا تزال عضوية الحلف بعيدة المنال بالنسبة للدولة التي تمزقها الحرب. طالبت منسقة الشؤون الإنسانية في أوكرانيا دانيس براون بضرورة استمرار التمويل لدعم أوكرانيا خلال فصل الشتاء. وبحسب مركز أعلام الأمم المتحدة، قال دانيس براون إن الدعم المالي الذي قدمه المانحون للاستجابة الإنسانية لأوكرانيا كان استثنائيا، حيث تم تلقي 3.1 مليار دولار من النداء العاجل البالغ 4.3 مليار دولار في عام 2022، مشددة على أنه يجب استمرار التمويل للحفاظ على زخم الاستجابة واستمرار العمليات في جميع أنحاء أوكرانيا خلال أشهر الشتاء الباردة. نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك القول إن بلاده تبحث إمكانية إطلاق اتحاد غاز مع كازاخستان وأوزبكستان لدعم الشحنات بين الدول الثلاثة ومشترين آخرين للطاقة من بينهم الصين. وقال المتحدث باسم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح مثل هذه الفكرة في اجتماع مع توكايف أمس الاثنين، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل. وبينما تمثل روسيا مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي، فإن إنتاج أوزبكستان وكازاخستان يعادل تقريبا استهلاكهما، ويربط خط أنابيب غاز البلدين بروسيا، ويمر خط أنابيب منفصل عبر كل منهما إلى الصين. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن تفقد وتيرة نشاط النقل البحري العالمي زخمها للعام المقبل، حيث تلقي الاضطرابات العالمية الاقتصادية والأزمة الأوكرانية وتداعيات كورونا بثقلها على التوقعات التجارية. تشير تقييمات أكبر البنوك الاستثمارية في العالم إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ في عام 2023 بعد عام غلبت عليه تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وارتفاع التضخم. من المتوقع أن يؤثر التباطؤ على الملاحة البحرية التي تنقل أكثر من 80% من التجارة المتداولة عالميا. توقع البنك المركزي الأمريكي احتمال خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد أسعار الفائدة يومي 13 و 14 من ديسمبر المقبل. توقعات غير متفائلة عبر عنها مسؤول بالبنك المركزي الأمريكي خلال مؤتمر أقامه النادي الاقتصادي في نيويورك عبر الإنترنت. تصريحات نائب رئيس لجنة السوق المفتوحة الاتحادية جون ويليامز أشارت إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم. أعتقد أننا سنحتاج إلى الحفاظ على تجديد السياسة النقدية لبعض الوقت، وأتوقع أن يستمر ذلك العام المقبل
على الأقل، فتكاليف الاقتراض بحاجة إلى رفعها لخفض التضخم الذي ارتفع جدا، وربما في عام 2024 يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة لأن التضخم سينخفض. كما رجح ويليامز أن يرتفع معدل البطالة إلى ما بين 4.5% و 5% بحلول نهاية العام المقبل، صعودا من النسبة الحالية عند 3.7%، متوقعا أن يكون النمو الاقتصادي ضئيلا هذا العام والعام المقبل. وعلى مدى الاجتماعات الأربعة الأخيرة اعتمد المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة الأكبر من المعتاد عند 75 نقطة أساس، ليجعل السعر المستهدف عند السعر الحالي ما بين 3.75% و 4%. ووفقاً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، فإن التضخم الأمريكي مستمر ومتجذر، مما يجلب معاناة اقتصادية أكبر من الركود، كما أقر أيضاً بالصعوبات الاقتصادية التي تنجم عن تجديد السياسة النقدية. أصدرت حكومة كوريا الجنوبية أمراً لعدة آلاف من سائقي الشاحنات المضربين بالعودة إلى العمل، مشددة على أن خروجهم في إضراب عام اعتراضاً على رسوم الشحن يضر باقتصاد البلاد. كان الآلاف من أعضاء منظمة تضامن سائقي شاحنات البضائع قد بدأوا بالإضراب منذ اليوم الخميس الماضي. يعد هذا ثاني إضراب عام لسائقي الشاحنات في جميع أنحاء كوريا الجنوبية منذ يونيو الماضي، داعين الحكومة إلى استمرار العمل بالنظام المعمول به للحد الأدنى لأسعار الشحن، بدلاً من أن ينتهي العمل به نهاية عام 2022 كما هو مقرر. أعلن الجيش الصيني إبعاد سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه بالقرب من جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي. وأشار الجيش الصيني إلى أن أعمال الجيش الأمريكي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمن الصين. قال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك إن المملكة المتحدة ستتخذ موقفا نفعيا في العلاقات الدولية من أجل التصدي للتحديات من قبل روسيا والصين. وأوضح سوناك أن روسيا تتحدى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الصين تصارع بشكل هادف من أجل الهيمنة العالمية. واعتبر سوناك أنه في ظل هذه التحديات فإن لندن لا يمكنها الاعتماد على حجج ومواقف عهد الحرب الباردة، وأن الحكومة البريطانية ستقدم عام 2023 استعراضاً محدثاً لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة. قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا زيادة ميزانية الدفاع الياباني إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي في غضون 5 سنوات. وتعكف الحكومة اليابانية حاليا على وضع البرنامج المقبل للدفاع متوسط المدى وميزانيته لفترة 5 سنوات تبدأ في السنة المالية 2023. تحول لافت في سياسات اليابان العامة وتغير ملحوظ في استراتيجيتها العسكرية والدفاعية، هذا ما يتضح من قرار رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا الذي أمر برفع ميزانية الدفاع إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في غضون 5 سنوات. قرار كشف تفاصيله وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، الذي أوضح أن رئيس الوزراء شدد خلال اجتماع حكومي على حاجة ميزانية الدفاع الضرورية والملحة إلى زيادة عاجلة في غضون 5 سنوات، داعيا الحكومة إلى تأمين الأموال اللازمة بسرعة. وتابع وزير الدفاع القول إن تعليمات رئيس الوزراء للحكومة كانت واضحة بأهمية مراجعة النفقات والإيرادات في نفس الوقت، وإعلان تأمين الأموال اللازمة لزيادة ميزانية الدفاع في غضون شهر على الأكثر. وحددت اليابان منذ فترة طويلة إنفاقها الدفاعي السنوي بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي، أي أكثر من 5 تريليونات ين، وهو ما يوازي 36 مليار دولار، بينما قالت وزارة الدفاع إن 48 تريليون ين ستكون مطلوبة، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة لتحسين القدرات الدفاعية للبلاد.
وأسهمت الضغوط المتزايدة الصادرة عن الصين بما في ذلك تدريباتها العسكرية وتواجد سفنها في محيط جزر متنازع عليها مع اليابان، إضافة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في حشد الدعم لزيادة الإنفاق، كما لعبت سلسلة عمليات إطلاق صواريخ نفذتها كوريا الشمالية وعبر بعضها أجواء اليابان دورا في هذا الصدد. ومن المقرر أن تقوم الحكومة بحلول نهاية العام بتحديث استراتيجية الأمن القومي ودبلوماسيتها طويلة المدى ومبادئها التوجيهية للسياسة الأمنية وتجميع الميزانية الأولية للسنة المالية 2023 والتي تبدأ في أبريل المقبل. واقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أن تتعهد الحكومة في الاستراتيجية المحدثة بمضاعفة الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى 2% أو أكثر من إجمالي الناتج المحلي، وهو مستوى على قدم المساواة مع الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلنطي على مدى السنوات الخمس المقبلة. أكدت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية إلى تيغراي حققت تقدماً عقب اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغاريك إلى وصول أكثر من 450 شاحنة محملة بالمساعدات إلى تيغراي خلال الفترة من 15 وحتى 24 من نوفمبر الجاري. خففت السلطات الصينية بعض قواعد مكافحة الفيروسات في أعقاب المظاهرات التي شهدتها عدة مدن صينية، ومع انتشار عناصر الشرطة بكثافة في الشوارع، لم ترد أنباء عن تنظيم احتجاجات أخرى مناهضة للإجراءات الحكومية الصارمة لمكافحة فيروس كورونا. عاد الهدوء مرة أخرى إلى المدن الصينية بعد أيام من المظاهرات احتجاجا على القيود التي تفرضها السلطات لمكافحة فيروس كورونا. ومع انتشار عناصر الشرطة بكثافة في الشوارع لم تسجل أنباء عن تنظيم احتجاجات أخرى مناهضة للإجراءات الحكومية الصارمة لمكافحة الفيروس في العاصمة بكين التي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، كما ذكرت تقارير أن مدينتي شنغهاي ونانجيانغ وغيرهما من المدن التي شهدت دعوات عبر الإنترنت للتظاهر كانت هادئة تماما. هذا وعمت احتجاجات ضد إجراءات السلطات الصينية الصارمة غير المعتادة لمكافحة الفيروس في عدة مدن نهاية الأسبوع، الأمر الذي حدا بالسلطات لتخفيف بعض القيود واللوائح في محاولة على ما يبدو لتهدئة الغضب العام، لكن الحكومة لم تظهر أي علامة على التراجع عن استراتيجيتها الأكبر وهي صفر كورونا. كانت السلطات قد وعدت الشهر الماضي بالحد من الاضطرابات عن طريق تغيير قواعد الحجر الصحي وغيرها من القواعد المعروفة باسم المبادئ التوجيهية 20، لكن الارتفاع الحاد في الإصابات دفع السلطات في مدن عدة إلى تشديد الرقابة. انطلقت القافلة الطبية الشاملة بمركز قطور بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتقدم القافلة الخدمات الطبية إلى 1420 مريضاً مع صرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة لزراعة 50 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بجانب محو أمية 51 مواطناً. شهد محافظ الغربية طارق رحمي انطلاق فعاليات مبادرة معا من أجل ترعى نظيفة، وذلك في قرية نهطاي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد محافظ الغربية أن الدولة في إطار حرصها على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه قامت بإطلاق المشروع القومي للترعى، حيث يتم تبطين 134 ترعة في مراكز المحافظة بتكلفة تتخطى 2.6 مليار جنيه. عقدت مؤسسة حياة كريمة حوارا مجتمعيا ولقاء جماهيريا بقرية الصفيحة بمركز طهطة بمحافظة سوهاج. يهدف اللقاء إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والمقرر تنفيذها في جميع القطاعات بالقرية.
التقى رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع وفدا فرنسيا ثقافيا من مجموعة أصدقاء متحف اللوفر، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. تهدف الزيارة إلى تعزيز سبل التعاون المشترك والاطلاع على مستجدات مشروع المتحف العالمي لقناة السويس. جاء اللقاء أكد رئيس هيئة قناة السويس على إضافة التي سيمثلها المتحف العالمي للقناة بعد افتتاحه في تشجيع السياحة الخارجية بالتوازي مع جهود تعزيز سياحة السفن السياحية وسياحة اليخوت المارة عبر القناة. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أهمية دفع سبل التعاون المشترك بين الجانب الفيتنامي والمنطقة الاقتصادية في عدة محاور، أهمها جذب استثمارات وخبرات فيتنامية لإقامة مشروعات صناعية في مجالات عدة مثل الصناعات عالية التقنية والصناعات المغذية والتكميلية لصناعات السيارات. جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية ناغوين هوي دونغ خلال زيارته للقاهرة على رأس وفد برلماني فيتنامي. وأعرب جمال الدين عن تطلعه للتعاون المشترك بين الجانبين، خاصة أن المنطقة الاقتصادية لها مفاوضات ثنائية سابقة مع الجانب الفيتنامي في مجالات وقطاعات متنوعة. الآن وقفة اقتصادية مع مجموعة من أخبار المال والأعمال. نتحول معكم الآن لمرنا إيهاب والمزيد من المتابعات إليك مرنا. شكرا لكم أدا وليلى، والآن نتحول لجولة اقتصادية جديدة للتعرف على أهم أخبار المال والأعمال. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لعام 2022 والتنسيقات الجارية في هذا الصدد، وذلك بحضور نائب محافظ البنك المركزي جمال نجمة وعدد من المسؤولين. ويأتي الاجتماع في إطار متابعة آليات تنفيذ القرار والذي يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التساؤلات والاستفسارات فيما يتعلق بتنفيذ القرار وحول موقف القرار من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات. وأشار نائب محافظ البنك المركزي لأنه سيتم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%. وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، أوضح نائب المركزي أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لثلاثة أيام أسبوعياً مع تخفيض الأجور تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وشدد المركز على أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة ستظل كما هي دون أي تغيير مع عدم المساس بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو تخفيضها. وناشد المركز العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. عقدت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي السادس للبترول إيجيبس 2023 اجتماعها الثاني برئاسة وزير البترول طارق الملا. واستعرض الاجتماع استعدادات تنظيم هذا الحدث السنوي في نسخته السادسة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 حتى 15 من فبراير بالقاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي.
وأكد الملا أن المؤتمر سيكون منصة مهمة للحوار بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية حول المخرجات والنتائج المهمة والمبادرات التي تم طرحها خلال COP27 بشرم الشيخ. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقية بنحو 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 868.185 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2591 نقطة. وصعد مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3744 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها فاصل 52 قرشا للشراء و24 جنيها فاصل 59 قرشا للبيع. وسجل اليورو 25 جنيها فاصل 41 قرشا للشراء و25 جنيها فاصل 50 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 29 جنيها فاصل 42 قرشا للشراء و29 جنيها فاصل 51 قرشا للبيع. وبالنسبة إلى العملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات فاصل 67 قرشا للشراء و6 جنيهات فاصل 69 قرشا للبيع. وسجل الريال السعودي 6 جنيهات فاصل 52 قرشا للشراء و6 جنيهات فاصل 54 قرشا للبيع. سجل التضخم الألماني تباطؤا غير متوقع في نوفمبر بعد أشهر من الارتفاع في وقت بدأت فيه أسعار الطاقة في الانخفاض. وتراجع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 10% هذا الشهر بعدما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 10.4% في شهر أكتوبر. وكانت الحكومة الألمانية قد كشفت عن صندوق طاقة بقيمة 200 مليار يورو لحماية الأسر والشركات من صدمات الأسعار، كما سارعت لتنويع الإمدادات بعدما قطعت روسيا إمداداتها بالغاز. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة لكم مرة أخرى ليلى وأدا. شكرا لك ميرنا، نصل معكم إلى ختام نشرة السادسة. شكرا لكم، إلى اللقاء.